الآن في منتزه معبد ديبود. هذا المعبد الذي سنراه الآن في العاصمة الإسبانية مدريد. تبدو مدريد مدينة زاخرة بالأسرار والأماكن الرائعة إلى حد لا يستطيع معه الزائر تخيل أنها توجد بالفعل في قلب عاصمة أوروبية. ومن تلك الأسرار معبد ديبود المصري. هذا المعبد الذي نراه الآن أمامنا يوجد في أحد المتنزهات الكبيرة، وقد عرف طريقه إلى العاصمة مدريد عام 1970 للميلاد، قادما من النوبة التي تقع جنوب مصر، فقد طلبت الحكومة المصرية في عام 1959 من المجتمع الدولي مساعدتها في إنقاذ معابد النوبة بعد اتخاذ قرار بناء السد العالي، ووعدت الحكومة برد صنيع تلك البلاد بإعطائها بعض المعابد أو قطع منها تم إنقاذها من خطر المياه، وكانت أسبانيا صاحبة النصيب الأكبر والتي أخذت هذا المعبد برمته في سنة 1968 للميلاد. كان محل معبد ديبود الأصلي على بعد 16 كيلومتر جنوب أسوان، وكان أكبر أثر من بين الآثار التي اختارت الحكومة المصرية منحها كهدايا. وكان المعبد أصلا مخصصا لعبادة الإله آمون والإله إيزيس حسب الأعراف المصرية القديمة قبل الميلاد. وفي داخل المعبد ذاته هناك مكان مكرس لتقديس بطليموس الثالث عشر. تم تفكيك معبد ديبود ونقله إلى جزيرة فيلة بأسوان، ثم اتخذ قرار نقله إلى إسبانيا في عام 68. وكان العام 1970 للميلاد هو العام الذي شهد هذه الرحلة الرائعة. لما نقلت قطع هذا المتحف، تخيلوا فتتت هذه القطع التي نراها الآن، وهي أقصد بها قطع الطابوق، تقريبا نقلت كلها في 1359 صندوقا، وكان عدد القطع كلها التي جمعت بلغ 1724 قطعة بوزن يضاهي 1000 طن. ولما اكتمل بناء المعبد هنا في العاصمة مدريد كان الافتتاح مهيبا، وذلك في تاريخ 18 يوليو تموز من عام 1972 للميلاد. ومنذ تلك اللحظة والمعبد أصبح مقصدا للسائحين، بل وأصبح وسيلة تعرف على الحضارة المصرية وبالذات على منطقة إسوان. هذه إذن أو هذا إذن معبد ديبود في العاصمة الإسبانية مدريد.